كما يقول الحمد لله وقعت لمدة سنتين في فريق شباب الوزداد اللي هو فريق خبير وان شاء الله نكون مربوع عليه ان شاء الله يكون مربوع عليه. اتصالات كانت عندي عده اتصالات وين كان كما يقول لك شاورت المانجر تاعي وشاورت يقول لك الاب تاعي من رياح السيربي وجيت وقعت الحمد لله هذا مكتوب ربي وان شاء الله نخدم باش نولي المستوى تاعي ان شاء الله ونفرح الجمهور والناس اللي راهي تستنى فيه ان شاء الله. هي سيفري نقص المنافسه ياثر على اللاعب وكما يقول لك الاصابات. انا ان شاء الله ندير مجهودي نخدم ان شاء الله بجديه باش ان شاء الله بالمباريات وكاع ان شاء الله نولي المستوى تاعي. اخويا ان شاء الله كما يقول لك حنا نتمنوا الخير. يقول لك الواحد غادي يدير كاع اللي عنده يحط كاع شي عنده وان شاء الله فيها خير ان شاء الله. كنت في النيشان 2015 كنت في جمعية وهران وين وصلني اتصال من شباب السيربي وكما يقول لك ربي ما كتبش راه ابري دوزون بري تروازون الحمد لله وين جيت هنا في الموقع. هذه هي الحاجه اللي خلتني نوقع في السيربي.